ومثل ذلك يقال في قصات الشعر أيضا، فينبغي أن يراعى ذلك وأن نجتنب تلك القصات الغريبة الغمغية التي تدل على غرابة الذوق وعلى حب المخالفة وحب الإتيان بالغريب، وهذا من الأخلاق الذميمة التي ينبغي اجتنابها والبعد عنها. ومن هذه القصات قصة القزع التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها في الحديث الذي رواه مسلم، وصفتها أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه ويلحق بذلك قص بعضه وترك بعضه، فهذا من الفعل أو القصد للشعر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.